أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أرض مغتصبة بيعت لغير أصحابها، فما حكم بناء المسجد فيها والصلاة فيها وحكم شرائها؟ إذا كان الواقع صحيح أنها مغتصبة لا يجوز بناء المسجد عليها، بل لا تجوز الصلاة فيها، حتى لو ما فيها مسجد ما يجوز أنك تجي في أرض مغصوبة وتصلي. فبناء المسجد فيها أشد، هذا إذا تحقق أنها مغصوبة. نعم.